Hi there, I and my buddy Joe English are sending our regards. Today we will do the first general exercise or practice exercise one from the workbook based on unit one. النهاردة إن شاء الله هنحل أول اختبار شامل على اليونت الأولانية. إحنا خلصنا unit one، هنبدأ نحل أول اختبار شامل من الworkbook. طيب، let's share the screen to do just that. اوكي زي ما قلنا احنا كده خلصنا يونت 1 فاحنا ماشيين في اليونت من بنشرح من الستودنتس بوك وبنعمل تمرينات تطبيق من الورك بوك واحيانا بنشير لبعض الايه الاشياء في الكتب الخارجيه فبعد ما بنخلص كل يونت بنعمل براكتس اكسرسايز عام يعتبر اختبار عام على كل يونت وده موجود برضو في الورك بوك هنبدأ النهاردة نحل أول جزء من هذا الاختبار الشامل وبعدين إن شاء الله in the coming videos هنعمل الجزء الثاني من هذا الاختبار يبقى نركز مع بعض نشوف أول اختبار practice exercise 1 and this is based on unit 1 طيب هنا بيقول لي choose the correct option from A, B, C or D number 1 it was a very cold day in winter I did not have a coat and I was طيب يا ترى قلت terrifying, chillier, freezing ولا petrified هي الإجابة الصحيحة C freezing اوكي هنا freezing معناها يعني شعرت ان انا بتجمد معناها يعني كناية عن I felt very very cold يبقى الإجابة الصحيحة اللي تمشي مع المعنى هي freezing طبعا terrifying يعني شيء مرعب يعني يرعب للآخرين petrified هو اللي حاسس بالرعب chillier يعني حاجة أبرد من حاجة فكل ده مش هيبقى مناسب I was freezing هي ده expression بيتقال معناها I felt very very cold okay طيب number two the news story about the match missed out the injured player so there was bias by طبعا احنا اتكلمنا عن موضوع البايس او التحيز في الكتابة وقلنا ان في انواع بايس باي اوميشن ان الكاتب لا يذكر معلومة معينة ويسيبها وبالتالي ده اسمه bias by omission يعني تحيز عبر إغفال شيء أو عدم ذكره وهو ده نفس الشيء اللي موجود دلوقتي يبقى إذا missed out the injured player يعني التقرير اللي اتكتب أو التقرير الإخباري ما تكلمش عن اللاعب المصاب يبقى ده اسمه bias by omission لأنه ساب اللي هو A ساب جزء ما ذكروش خالص سبين ديت يعني طريقة نسج القصة لما واحد بينسج القصة بشكل ان هو يؤيد وجهة نظر اوكي بس فإذا هنا الصحيح اللي هو bias by omission A لانه ما ذكرش هذه المعلومة في التقرير الصحفي يعني ما اتكلمش خالص عن اللاعب المصاب او the injured player so number two the best answer is A طيب نشوف number three بيقول لي I took many notes because the lecturer gave a lot of interesting information a synonym for lecturer here is خلي بالنا في رأس السؤال أو البرومت بيطلب يا إما ساعات السينونيم يا إما الأنتونيم السينونيم اللي هو المرادف أو المعنى كلمة بنفس المعنى والأنتونيم هو المضاد أو الكلمة اللي هي عكس المعنى هو هنا طالب السينونيم يعني عايزين كلمة نفس معنى كلمة lecturer lecturer بمعنى محاضر هي في الأساس معناها زي بالضبط teacher مدرس بس يعني اللي بيشتغل في المجال الجامعي بيطلقوا عليه أكتر كلمة lecturer من teacher لكن هما الاثنين نفس الشيء ده مدرس وده مدرس ده بيدرس لطلاب وده بيدرس لطلاب الفرق الوحيد ان lecturer بيدرس في الجامعة وكلمة lecture يعني محاضرة تطلق على الدروس الجامعية أو درس في الجامعة أو class في الجامعة دايما بيطلق عليه كلمة lecture أو محاضرة بينما في التعليم العام يقول لك مثلا lesson أو class أو غيره لكن في الأساس هما الاثنين نفس الشيء واحد بيدرس لمجموعة طلاب هنا lecturer وهنا teacher يبقى هما synonymous يعني بنفس المعنى أو مرادفين لبعض يبقى إذن الإجابة الصحيحة C طيب number 4 Egypt enters teams into many different international طيب مصر بتدخل التيمز بتاعتها أو الفرق بتاعتها في عايز أقول في مسابقات دولية كلمة مسابقات دولية بقى اللي هي إيه؟ هل يا ترى أقول rounds ولا courts ولا grand slams ولا tournaments؟ لا هي الأخيرة D
tournaments. Tournaments يعني مسابقات زي competitions كده. يبقى tournaments هي الإجابة الصحيحة في مجال الرياضات والألعاب، دايما بيسموها tournaments. tournaments يعني مسابقات، وبعدين نشوف مين الفرقة اللي هتفوز. Okay, very nice. Let's go to number five. My sister Marwa is never, بينفي يعني عنها, and always spends a lot of time explaining my homework to me. ودايما بتقضي وقت طويل معايا بتشرح لي الواجب بتاع الهومورك، ازاي اعمل الهومورك الى اخره. يبقى عايز ينفي ان هي تكون ايه، غير صبوره. يبقى she is never impatient. كلمه never هنا نفت ان هي غير صبوره، فما ينفعش اقول بقى never patient، لان الجمله اللي جت بعدها بتقول هي بتقضي معايا وقت طويل تشرح لي الهومورك او توضح لي الهومورك. يبقى she is never impatient. ليه جبنا impatient؟ عشان وجود never بينفي ان هي غير صبوره. يبقى هي معناها ان هي صبوره. لما انا انفي ان هي غير صبوره يبقى معناها ان هي صبوره. يبقى my sister Marwa is never impatient. D هي الاجابه الصحيحه. طيب number six. When you want to introduce an opposite opinion when you are writing, you can say. الوقت احنا بنكتب في كتابه في مقاله وبعدين عايز اقول الرأي ده بيقول كذا، وعايز اقول بقى وعلى الجانب الاخر او الرأي المضاد بيقول كذا، يبقى اقولها ازاي؟ يبقى اقول on the other hand اللي هي be. وطبعا دي يا جماعه idiom او expression، ده اصطلاح ما ينفعش ان انا ايه اغير فيه اي حاجه. يعني لو غيرت on وجبت مكانها in غلط. اوكي؟ يعني ما ينفعش اقول في الجانب الاخر زي ما انا بقول في العربي، اقول يعني اشيل on واحط in، لا. أو على الجانب الآخر، هي حاجة اصطلاحية لازم أقولها زي ما هي on the other hand. أوكي؟ يبقى B هي الإجابة الصحيحة. ما ينفعش أقول by the other hand ولا in the other way ولا أي حاجة أو أي expression آخر. This is an idiom or expression. I should use it as it is. دايما بيقولوها on one hand وبعدين on the other hand. يعني في جانب او على جانب وبعدين على الجانب الاخر كذا. لو انت بتقول فكره كذا وعلى الجانب الاخر الفكره المضاده ليها كذا، يبقى on the other hand. On one hand some people believe blah blah blah. اكمل وبعدين، يعني مثلا في ناحيه بعض الناس بيعتقدوا كذا، طيب وعلى الناحيه الاخرى اناس اخرون تعتقد اشياء مثلا اخرى. On the other hand other people believe مثلا the opposite. يبقى الاكسبريشن on the other hand بقوله على الجانب الاخر، بمعنى انا ببدا اتكلم عن حاجه هي مضاده لي او فكره مضاده للفكره الاولى اللي انا ذكرتها. يبقى ده اصطلاح ولازم اعرفه زي ما هو on the other hand be. طيب number seven. At the top of a tabloid newspaper story there is usually، دايما في التابلويد اللي هي الصحيفه الشعبيه ايه الحاجه اللي ما اقدرش استغنوا عنها؟ هي الفوتو. طبعا في اي صحيفه لازم يكون عندي هيدلاين ولازم يكون عندي اشياء زي question او غيره عشان يلفت نظر القارئ، لكن الحاجه اللي التابلويد ما يقدرش يستغنى عنها هي الفوتو، الصوره. يبقى سي دي الحاجه اللي يعني اللي بتميز التابلويد او الصحيفه الشعبيه، ان معظمها صور. هو عايز يعني يعمل فيجوال اتراكشن للقارئ، ودايما بيجيب سنسيشنال ستوريز، قصص مثيره لاهتمام القارئ، يعني عشان هو يقراها دايما لوكال، يعني ما بيقولوش بقى اهتمام قوي بالانترناشنال نيوز او غيره. فهو الهدف منها ان هي صحيفه موجهه لطبقه معينه من الناس بتحب تقرا القصص ديت اللي بيكلموهم عنها، ويبقى معظم الجريده او الصحيفه صور، الناس بتحب، بعض الناس بتحب ذلك. يبقى اذا الحاجه اللي هي الاندسبنسبل فور تابلويد از اي فوتو اللي هي سي. لو واحد يقول لي هيدلاين، طب ما عندك اي صحيفه لازم يبدا بالهيدلاين، المنشط الرئيسي. دي حاجه كل الصحف بتشترك فيها، سواء كانت صحيفة برود شيت، صحيفة الكبيرة أو الستاندرد، أو الصحيفة اللي هي التابلويد أو الشعبية. إنما الحاجة الأساسية بالنسبة للصحيفة الشعبية هي موضوع الفوتو، سي. طبعا احنا خدنا، لما خدنا في يونت 1 بيتكلموا عن موضوع تسريب الكتاب بتاع، كنا بنتكلم عن، اوكي جاست 1 سكند. لو رجعنا مره ثانيه ليونت 1 عشان بس اوضح لكم الفرق، يعني شوف مثلا
بيج 8 مثلا، ونرجع لبيج 8 مرة تانية. كان بيتكلم عن اللي هي هاري بوتر. اول حاجه قالها في او جابها في النيوز ستوري اللي متاخده من التابلويد الصوره، جايبه هو الهيدلاين وصوره. ولكن لما جاب نفس التقرير عن يعني تسريب كتاب هاري بوتر في صحيفه ستاندرد عاديه او برود شيت، ما جابش صوره، جاب بس الايه الهيدلاين. يبقى الفرق بين الصحيفه الرسميه او صحيفه اعتياديه او ساعات بيسموها برود شيت، والصحيفه اللي هي تابلويد، هي لازم ان هم يحطوا الصوره. انا بس حبيت اوريك الفرق ما بين الاثنين عشان تبقى عارف اهميه الصوره بالنسبه للصحيفه الشعبيه. وطبعا باستخدام بقى اللغه اللي هي السنسيشن عشان الناس تقرا وتشوف ايه الموضوع. يبقى احنا اختيارنا اختيار صحيح ان هو يجيب لي موضوع الصوره ده. يبقى ده الفرق الاساسي ما بين التابلويد والصحف الاخرى. يبقى سي هي الاجابه الصحيحه، نمبر 7 سي. طيب نمبر 8، when writing a formal report، لما بنكتب تقرير رسمي you should use، دايما في التقارير الرسميه يقول لك استخدم اللغه اللي هي الباسيف او المبنيه للمجهول اكتر، يعني المهم الحدث مش مين اللي قام بالحدث. اوكي، يعني مثلا اقول the factory was built، اقول مثلا the school was renovated، تم تجديد المدرسه، تم بناء المصنع. مين بقى اللي عمل كده مش مهم، يعني مش بصدد ان احنا نعمل دعايه او اعلان عن واحد ان هو اللي جدد المدرسه او ان شخص او مجموعه اشخاص هم اللي بنوا المصنع. المهم البيس اوف نيوز نفسها، الخبر نفسه ان تم بناء مصنع هيفيد الناس وهيعمل فرص للناس تشتغل، او ان المدرسه تم تجديدها وده هيبقى كويس للطلاب واولياء الامور ويبقى كويس للعمليه التعليميه الى اخره. فاذا في التقريرات الرسميه او الفورمال ريبورتس يفضل دايما استخدم الباسيف اكتر. يعني يبقى اذا الباسيف فورمز دي هي الاجابه الصحيحه، تستخدم اكتر في اللغه الرسميه وحتى في لغه التقارير العلميه. يعني لو جيت كتاب علمي بتقراه في كليه العلوم او في احدى الكليات الجامعيه مثلا، بالذات الكليات العلميه، هتلاقي ان معظم الكتاب باسيف. يعني مثلا كليه الهندسه لو جيت تشوف كتاب عن ميكانكس او اي حاجه، يعني هتلاقي دايما 90% من اللغه المستخدمه هي الباسيف. ما بقولش مثلا فلان عمل كذا، تم عمل كذا، تم التوصل لكذا، مثلا كيفيه لحام معرفش ايه، لو قسم مثلا ميكانيكا يقول لك it is مثلا welded as او in this way او in that way. فما بقولش بقى ان يعني استخدم الاكتف، لا بستخدم الباسيف فويس كتير. فدي بس مش خاص بالتقارير الرسميه، لا معظم الكتابات العلميه في المجال العلمي يعني 90% بستخدم فيها الباسيف فورم. ودي مش لغلط او لحاجه او لعدم معرفه الشخص اللي قام بذلك الشيء، لا المهم عندي هي المعلومه. يعني بقول مثلا اديسون انفنتد ذا لايت بالب، معروف ان اديسون هو اللي اخترع اللايت بالب او المصباح. احنا بقى واحنا بنتكلم في الناحيه العلميه بيبقى الاهتمام اكتر بحكايه المصباح، ذا لايت بالب اتسيلف. اوكي، مش لان اديسون ما عملش حاجه كويسه، لا، لكن الكتابات العلميه مهتمه اكتر بالبروسيس، مثلا الرياكشن اللي بيحصل لو انت بتتكلم في حاجات كيميائيه، او مثلا كيفيه صناعه كذا، كيفيه مثلا اصلاح عطل كذا، الكتريسيتي مثلا لو حد مثلا في مجال الكتريسيتي الى اخره. فمش مهم الشخص نفسه او الشخص اللي قام بالشيء، لكن المهم البروسيس اتسيلف، المهم الشيء نفسه او البروسيس او الحاجه نفسها. فبالتالي بشكل طبيعي الكتابه العلميه مياله اكتر للباسيف فورم او لاستخدام المبني للمجهول. طيب انتقل بعد كده للسؤال اللي جاي، نمبر 9، which of the following is correctly structured؟ يا ترى اقول باي نكست يير. باي لما يجي بعدها زمن مستقبلي في الغالب ده بيبقى بيسموه فيوتشر بيرفكت. الفيوتشر بيرفكت هو عباره عن ايه؟ هو زمن المستقبل التام، تركيبته زمن المستقبل التام will زائد have زائد التصريف التاني. will زائد have زائد البي بي. يبقى ندور على هذا التركيب او هذه التركيبه، هلاقي ان دي هي الاجابه الصحيحه. By next year I will have bought a new car.
يعني واحد بيتوقع ان بحلول العام القادم هكون اشتريت سيارة جديدة. هو عارف ان مثلا عنده سيارة، السيارة دي هتيجي على السنة الجاية هيبقى عايز يستبدلها ويشتري سيارة جديدة، فهو عارف الكلام ده ومتوقعه، يبقى by next year I will have bought a new car. يبقى will زائد have زائد التصريف التالي. يبقى ده الإجابة الصحيحة دي. ننتقل للسؤال number 10. Although we are surrounded by these mass produced devices, this does not mean that their use should be implemented in the future. This could be a part of an essay about it. هو بيقول بالرغم ان احنا محاطين من كل جانب بهذه الاجهزه او الاجهزه ايوه اللي هي mass produced الاجهزه اللي هي منتجه على نطاق كبير جدا اوكي. It doesn't mean that their use should be implemented in the future. مش معنى الكلام ده ان استخدام هذه الالات او الاجهزه يجب تطبيقه في المستقبل بالنسبه لنا احنا على الاقل يعني. يعني عايز اقول ان مش كل الاجهزه التكنولوجيه مفيده لكل الناس. في ناس معينين بيستخدموها اكتر تكون مفيده في مجالهم اكتر عن ناس اخرين. يبقى الجزء ده السطر ده ممكن تكون في مقاله بيتكلم عن ايه؟ مقاله في الاساس بتتكلم عن التكنولوجي لانه ما حددش ايه هي الاجهزه دي، ما قالش موبايل فونز تحديدا وما قالش حاجه خاصه بالافلام يعني مثلا انتاج الفيلم او تصوير فيلم، يعني اتكلم بشكل عام عن ديفايسز اجهزه. يبقى ديت في الغالب بتبقى عن مقاله بتتكلم فيها عن التكنولوجي بشكل عام. تكنولوجي هي كلمه عامه تتسع لاي اجهزه اي اشياء جديده الى اخره. يبقى اذا ايه هي الاجابه الصحيحه. طيب ننتقل للسؤال نمبر 11. The car broke down and I couldn't put my finger on the cause. كلمة ما حطيتش صبعي على السبب دي معناها إيه؟ I couldn't put my finger on the cause. This means that I معنى الـ expression I couldn't put my finger on the cause معناها إيه؟ I couldn't touch the car engine يعني ما قدرتش ألمس موتور السيارة ولا I couldn't reach the car engine ولا I couldn't ask someone. كل ده غير صحيح. هي الإجابة الصحيحة B I couldn't know the reason why the car had broke down. طبعا break down والماضي بتاعها broke down يعني تتعطل السيارة. يبقى هو عايز يقول ما قدرتش أعرف سبب تعطل السيارة. يبقى الـ expression I couldn't put my finger مش معناه أنه حرفيا يحط صبعه في مكان حاجة معينة في السيارة، لا. دي expression أو idiom زي ما احنا عارفين المعنى بتاع الايديوم هو معنى اصطلاحي، مش معناه ان احط صبعه في مثلا ماكينه السياره او ان هو حاجه زي كده، لا هو معناه ان لم استطع معرفه سبب تعطل السياره، يبقى بي هي الاجابه الصحيحه. I could not know the reason why the car had broke down. طيب نشوف السؤال نمبر 12. In his advertisement في الاعلان بتاعه he left out the fact that the flat is not opposite the Nile. ساب الجزئية أو الحقيقة أن الشقة ما هياش مقابل النيل to make others buy it for a higher price عشان يخلي الناس تشتريها بسعر أعلى. يبقى هو إيه في الإعلان عن الشقة اللي هو معلن عنها يعني هو تعمد أنه يسيب حقيقة أن the flat isn't opposite the Nile. يعني تعمد حقيقة أن الشقة ليست مقابل النيل مباشرة يعني، فالناس هتعتقد الشقة مقابل النيل. طب يبقى ده بايس باي إيه؟ يبقى ده تحيز باي إيه؟ باي أوميشن برضه، إن هو إيه؟ ما جابش المعلومة، لأن هو قال هنا ليفت أوت ذا فاكت، يعني ساب حقيقة أن، وده على طول يبقى هي نفس تعريف الأوميشن، يبقى بايس باي أوميشن تحيز عبر عدم ذكر المعلومة، عشان يعني يرفع قيمة أو سعر الشقة. سي الإجابة الصحيحة. طيب نمبر 13 you should طبعا هو ده نوع شائع من البايس، يعني واحد بيكتب مقالة وعارف ان لو ذكر معلومة معينة هيبقى عكس الرأي اللي هو بيتكلم عنه او هيضعف الرأي بتاعه، ففي بعض الكتاب بيغفل هذه النقطة عشان يعني يقوي وجهة نظره هو او وجهة نظر المقالة اللي هو بيكتبها. يبقى ده اسمه بايس باي مش هو كده ما هوش كاتب موضوعي يعني not an objective writer، لكن هو بيستغل الفرصة ان هو مش هيقول المعلومة دي للقارئ عشان يكسب شوية ان وجهة نظره تبقى فيها يعني ليها سبورت اكتر او ان مفيش فيه حاجة تعارضها او تقلل من اهميتها.
فبس في النهاية لو حد اكتشف الموضوع يبقى ده اسمه bias by omission، يقول لك الكاتب ده متحيز لأنه ما قالش وأغفل متعمدا المعلومة أو الحقيقة اللي لو قالها كانت هتضعف هذه وجهة النظر ديت، أو هتخلي القارئ غير مقتنع أو غير متعاطف مع وجهة النظر بتاعته، يبقى ده اسمه bias by omission. طيب number 13، you should speaking English with native speakers to speak fluently. عايز اقول انت يجب انك تمارس اللغه مع النيتيفز اللي هم اهل اللغه يعني عشان تتكلم بشكل فلوينت يعني بطلاقه. يبقى لازم اقول بقى ايه، you should practice speaking. طبعا عارفين لو جه فعلين ورا بعض زي كلمه practice هنا وبعده speak لازم اضيف للفعل الثاني ing، يبقى you should practice speaking. زي ما بقول بالظبط I enjoy watching TV او I enjoy watching historical movies، يبقى watching جبتها بعد enjoy لان enjoy فعل watch فعل، لازم اضيف بقى للفعل الثاني ing. نفس الشيء هنا، يبقى الاجابه الصحيحه practice وجايب بعدها speaking عشان ما ينفعش اقول practice و speak مع بعض في اللغه الانجليزيه، ما ينفعش اجيب فعلين ورا بعض. طيب number 14، I can't hear you. Please, your voice. أنا مش قادر أسمعك. ممكن ترفع صوتك؟ يبقى كلمة يرفع صوت ده يبقى please raise your voice اللي هي C. Raise your voice. ما ينفعش أقول arise ولا arose ولا rise. لازم raise your voice معناها يرفع صوتك، دي الإجابة الصحيحة اللي هي C. ننتقل لسؤال number 15. هنا بيقول لي you your father yesterday the problem was too serious for you to solve alone. هو عايز يقول كان يجب ان انت تتشاور مع والدك بالامس، المشكله اكبر او اصعب من ان انت تحلها لوحدك. طيب يبقى انا عندي لو قلت should زائد الفعل يبقى دي حاجه تحصل في المضارع، لو قلت should زائد have زائد التصريف الثالث يبقى حاجه كان المفروض تحصل في الماضي. فهو جايب هنا yesterday يبقى اقول دي you should have لان هو نافي هنا دي، يبقى لازم اقول بي you should have consulted your father yesterday، يعني كان يجب ان انت تستشير والدك بالامس لان المشكله اصعب من ان انت تحلها لوحدك. يبقى الاجابه الصحيحه بي should زائد have زائد التصريف الثالث هنا تدل على الماضي. اصلا المضارع التام احد استخداماته ان هو ماضي في حقيقه الوضع الامر ان هو ماضي، ولكن اقرب شيء ل المضارع. يبقى اذا سموه مضارع عشان اقرب حاجه للبريزنت، وبعدين تام لانه تم وانتهى فهو بالظبط اكنه الماضي. يعني لو انا قلت I have consulted my father معناها ايه؟ معناها انا لسه هستشير والدي ولا استشرت والدي بالفعل؟ استشرت والدي بالفعل. طب ايه فرق I have consulted my father و I consulted my father؟ مفيش فرق عملي اكتر من ان have consulted ممكن تكون اقرب للوقت المضارع. يعني مثلا I have consulted my father، استشرت والدي مثلا من ساعة، وأقول I consulted my father ممكن من 4 5 10 ساعات. يعني الفعل اللي حصل الأول هو هيبقى الماضي البسيط، والفعل اللي حصل بعد منه بس ماضي برضه هو المضارع الثاني. يبقى إذا هنا خلاصة الكلام، في yesterday علامة على الماضي بس هو ما جابليش زمن ماضي، هو جاب لي should زائد have زائد التصريف الثالث هي بالظبط أكنها ماضي، يبقى بي هي الإجابة الصحيحة should have consulted. طب ليه ما نقولش should consult لأن دي في المضارع؟ أقول لك مثلا you should study hard معناها يجب تذاكر دلوقتي كويس، مش إن أنت يجب تكون ذاكرت. إنما لو قلت لك you should have studied hard yesterday كان يجب تذاكر بالأمس مذاكرة جيدة مثلا، يبقى لو كان حاجة في الماضي. إنما دلوقتي should زائد الفعل بس دي حاجة في المضارع، وإن كان should هي صيغة الماضية من شال لكن هي تدل على المضارع. يجب أن تفعل كذا معناها في الوقت الحاضر. كان يجب أن تفعل كذا يبقى إذا should زائد have زائد التصريف الثالث اللي احنا اخترناها بقى إيه؟ B هي الإجابة الصحيحة. طب نشوف السؤال number 16. You have to your mobile phone أو mobile phone before you enter the meeting. إيه اللي ممكن اللي المفروض تعمله في الموبايل فون قبل ما تخش الاجتماع؟ mute يعني خليه على الوضع الصامت اللي هو B. ميوت هي الإجابة الصحيحة. طبعا ما ينفعش يتحطم destroy الموبايل فون ولا disappear يعني يختفي وturn on يعني تشغل، لا هي المفروض ميوت يعني تخليه على الوضع الصامت يعني silent. طيب number 17 بيقول لي once I making the cake I will give you some to taste.
يبقى once I have finished، برضو have finished تدل على الماضي، بمجرد ما اخلص الكيك I will give you some to taste. اوكي يبقى have finished هي الاجابه الصحيحه في الجمله دي. اوكي طيب number 18 you can't rely on this information it's لا يمكنك الاعتماد على هذه المعلومه، هي عايزه اقول هي غير دقيقه، يبقى it is inaccurate. كلمه accurate دي معناها دقيقه، ودي inaccurate يعني غير دقيقه، يبقى ديت الاجابه الصحيحه. ليه انا قلت غير دقيقه؟ عشان هو قال في الجمله الاولانيه لا يمكنك الاعتماد على هذه المعلومه، لا يمكنك الاعتماد عليها، يبقى هي inaccurate او معلومه غير دقيقه، يبقى دي هي الاجابه الصحيحه. طيب number 19 my father always us go to bed early when we have exams. يبقى الإجابة الصحيحة هنا my father always makes us go to bed، يعني بيأمرنا إن إحنا ننام بدري لما يكون عندنا exams، حتى لو كان ده غير رغبتنا يعني، لأن الجملة الأخيرة تدل على ذلك we have to obey his order، يجب إن إحنا نطيع أوامر والدنا يعني، يبقى make us go to bed زي ما أقول مثلا make someone do something، يعني تخلي واحد يعمل حاجة سواء هو بقى موافق عليها أو لأ، بس انت شايف من وجهة نظرك ان هي مفيدة له، يبقى make us go to bed الاولاد بيقولوا والدنا بيخلينا ننام بدري لما يكون عندنا امتحان، هو اما هم عايزين يسهروا مثلا او مش موافقين كلهم على ان هم يناموا بدري، بس كلمة make us ديت معناها انت بتخلي واحد يعمل كذا سواء ان هو بقى he agrees or not. اوكي يبقى الاجابة الصحيحة makes اكتر من let، اصل كلمة let us sleep او go to bed early دي معناها هو يسمح لنا ان احنا ننام بدري واحنا مثلا عايزين نسهر، لا الجملة كده مش هتبقى صح باعتبار الجزء الاخير we have to obey his orders دي معناها هو اللي بيخلينا ننام واحنا يجب ان احنا نسمع كلام، هم في الاساس عايزين يسهروا، يبقى الاجابة الصحيحة هنا makes my father always makes Leah see makes us go to bed early. طيب نشوف السؤال number 20 which sentence is punctuated correctly. طيب بيقول لي what amazing news، what amazing news لازم اجيب بعدها ايه exclamation وبالتالي ايه غلط. what amazing news ماشي جاب exclamation the police have found uncle عادل's car، بس هو هنا جاب uncle عادل's جاب s وبعدين apostrophe فدي مش الشكل الصحيح للبوزيسيف اس، لان انكل عادل شخص واحد كان المفروض يعمل ابوستروفي بعدها اس، فبي غلط عشان الجزئيه دي. سي وات اميزنج نيوز جاب اكسكلاميشن وبعدين ما بداش الجمله اللي بعدها كابيتال ليتر، يبقى دي غلط عشان كده اكيد الصح هي اخر واحده وات اميزنج نيوز جاب بعدها اكسكلاميشن وبعدين بدا جمله الجديده كابيتال ليتر ذا وجاء عند انكل عادل وحط ابوستروفي اس، يبقى ده البوزيسيف الصحيح واخر الجمله الثانيه حط فول ستوب او بيريد، يبقى دي هي الاجابه الصحيحه من ناحيه البنكتويشن، هي يعني مرقمه ترقيم صحيح او علامات الترقيم اللي فيها صحيحه. طيب نشوف بقى السؤال ال 21 the following is part of a or an essay، هنقرا السطرين ونشوف هم جزء من مقاله ايه، هل يا ترى مقاله بيرسويسيف اقناعيه ولا ناريتيف بتتكلم على الاحداث في الماضي ولا ديسكريبتيف وصفيه، نشوف. Stanley Bridge is one of the most famous architectural works in Alexandria. كوبري ستانلي هو من افضل او اهم الاعمال المعماريه الموجوده والاشهرها في اسكندريه. It's 400 meters long حوالي 400 متر طول and 30 meters wide وعرضه حوالي 30 متر. It has four towers designed in the Islamic style. موجود له اربع towers اللي هي yeah the tower اللي هو موجود على جانبي البريدج او هذا الشيء يعني اللي هو تاور زي تاور برج يعني في اربع ابراج للبريدج. اوكي طيب وبعدين بعد كده بيقول هي هذه التاورز مصممه على الاسلاميك ستايل بالطراز او الطراز الاسلامي used in the royal palace of المنتزه وهو نفس الطراز المستخدم في قصر المنتزه. The bridge was built with the aim of يعني الكوبري ده تم بناؤه with the aim of بهدف enlarging Alexandria beach side
and decreasing traffic in that area عشان يقلل المرور او يعني يفك حركه المرور شويه في هذه المنطقه. يبقى اللي احنا قلناه ده كله عباره عن ايه؟ عباره عن حاجات وصفيه، انا بوصف الكوبري وطوله قد ايه وعرضه قد ايه والتاورز بتاعته كذا والكلام ده كله، يبقى هو في الاساس حاجه وصفيه، يبقى قاسي ديسكريبتيف. ديسكريبتيف يعني مقاله وصفيه، هدفها الاساس ان يبقى بوصف لي حاجه معينه، كوبري معين، منزل معين، شاطئ معين، يبقى دي هي الاجابه الصحيحه. طيب نشوف السؤال 22، ده اخر سؤال عندنا في الجزء الاول من الاختبار، وبعدين ان شاء الله في الفيديو القادم هنجاوب الجزء الثاني اللي هو بيبقى فيه ريدنج وترانزليشن. الجزء اللي احنا حليناه النهارده هو بيركز على الفوكابولري اند جرامر، وده هو مبني على يونت 1. اخر سؤال في بقى بيقول لي when handling the body of an argumentative essay on the disadvantages of homeschooling. لو انت بتكتب مقالة argumentative يعني تحاول ان انت تفنيدية، يعني بتفند حاجة، بتقول يعني المميزات والعيوب بتاعتها، وبتتكلم على ال disadvantages يعني مساوئ او عيوب homeschooling، التعليم في المنزل. We can use، نستخدم بقى ايه في المقالة، يعني في جسم المقالة the body of the argumentative essay. هل نقول most people prefer homeschooling to save their children from being infected by COVID-19؟ ناس كتير بتفضل تعليم في المنزل عشان تحافظ على أولادهم من الإصابة بCOVID-19، يبقى دي مش من مساوئ، ده كده تعتبر من مميزات، يبقى ما أقدرش أقول دي في المساوئ. طيب B I'm strongly in favor of homeschooling. أنا يعني أشجع جدا و يعني بفضل الهوم سكولينج even if precautionary measures are strictly followed at school، حتى لو كان في المدرسة يعني يتم اتباع البريكوشنري ميجرز او الاجراءات الاحترازية، لا برضو دي ما ينفعش اقولها كمساوئ للتعليم في المنزل. Those who don't support homeschooling believe that their children are deprived of practicing useful activities at school. Okay. Yes. ممكن أقول كده إن الناس اللي هي لا تدعم التعليم في البيت أو في المنزل believe that their children are deprived of practicing useful activities at school. هؤلاء الناس بيعتقدوا إن أولادهم بيبقوا محرومين من أنشطة مفيدة يتم يعني عملها في المدرسة. يبقى دي الإجابة الصحيحة. أوكي؟ فأنت لو أنت عايز تعمل argument في عكس او يعني في مساوئ التعليم في المنزل، بتقول ان ناس كتير بتعتقد التعليم في المنزل بيحرم اطفالهم من ممارسه انشطه مفيده في المدرسه. يبقى دي فكره ممكن تكون عن مساوئ التعليم في المنزل وليست مع او في صالح التعليم في المنزل. Thank you very much for watching. ان شاء الله in the coming video هنشرح الجزء الثاني، هنحل مع بعض الجزء الثاني من أول اختبار على يونت 1 اللي هي موجود اسمه Practice Exercises اللي موجود في الـ Workbook. Thank you very much. Wishing you all the best of luck.